السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا هلا بالغالين. اليوم جيتكم مقطع فيديو شوي ببعض التنبيهات، وناس طلبوا من عندي انه ادعم قناتهم. انا ما راح اذكر اي اسم اي قناة، بس راح ادي حال انه اسوي لكم اياه، وهو انه اقول بالمقطع فيديو الشباب اللي يريد يدعم، اكو شباب هم عندهم قنوات، اللي يريد يطلب ويشترك بقناتهم راح اضيفهم. نضيف اول تعليق، وكل شاب يحب يريد ينشر قناته ينسخ الرابط مال قناته، يروح على اول تعليق يعطي رد ويقول هاي قناتي لهذا الموضوع، فيلصق هذا وينشره، يعطي نسخ للتعليق ولصق بالتعليق الاول. فهاي شنو تصير سهله، يعني خاف انا واحد انساه ما عرفته ما اتذكره، يروح على اول تعليق. انا اول تعليق راح اثبته واكتب عليه دعموا الشباب او القنوات، الشباب ذن يدعموهن، الحاب يشترك بقناه هاي القنوات، شباب عندهم محتوى حلو فشي، حتى ما عندنا هم راح اسويها. يجي هذا ياخذ رابط قناه مالته، يعطي نسخ لصق باول تعليق ويعلق، يعني علق رابط قناته علق باول تعليق، هاي خاصه من عندها. شباب اكو واحد من المتابعين سالني قال لي ايش اخبار ذن الطيور كان مسوفات وهن ذني؟ هذا الحمد لله شكر رجع ما ابي شيء، كان ما اعرف الاكله ابو ما يزقه زين له، هاي تعلم انه ياكل زين ما ابي شيء الحمد لله. اخوه هم هذا ما ابي شيء، هو صحيح شويه ضعيفون، اذا كنا مرات احنا بيناتنا تلقى واحد اخوه سمين واخوه ضعيف يقول لك انا ماخذ عافيته، ما عليه شيء، هو الطير الضعيف ونشط احسن من السمين. قالوا لي المتابعين قالوا شفنا الحلات الافراغ شلون كبرن ما كبرن حتى نتوقعهن، ليش تتوقعهن اكيد بلايد، بس نطب نشوفكم اياهن. شوف هذا هسه جوان افراغ سود، يمكن بين عمرهن هنا همه، هذا تقريبا هذا مقلوب على البطانة، دقينا صبر واحد من الافراغ مقلوب على البطانة عدلته، هذا الهنة هاي الحلة، عدي هذا الفحل نشوف له طيرة، هو ما اعرف دبيت له الطيرة ذيك قتلها. ان شاء الله زوج حلوات، انا سوها عندي بعد يا هي عندي ذنها فوكسن، يعني هاي ذاك فوكسن هنا، وهذا هاي بعد صغار ملابين هنا ابيضات ما عندي شيء، وذني كبرا ذني هم طلحن نشوفكم وياهن واحد واحد. هذا واحد، هذا يمكن ذيل يطلع بي ابيض، هسه طلعته وتورطت دواقي ان اخوها مو بهذا الحجم ما راح اطلعه. شنو بعد عندنا؟ ها هي اكو شباب هم طلبوا من عندي انه اصور لهم الاشعل الاسود، طبعا هاي الطيرة السوداء سميتها ام الحلوات، ام الحلوين، شنو ام الحلوات؟ ام الحلوين، بس حرام الفحل مالها راح،
اقول هو اذا واحد طيره احتمال يرجع، ايش اشيله في بخانه لو باع بغير مكان؟ شي يجيبه بعد. نجي نقبل هذا البرج، وين هم الحلوين؟ هم هاي كبار، هم الحلوين. هاي جوها بيضات، هذا هم عند البصراوية بيضت. شوف هذا ابنها ذبت لي، باع المفاجأة، ذبت لي بصراوي مفلفس. كوني لوت، كوني لوت بصراوي مفلفس. وين راح؟ تعال لا تنكتب، تعال. قلت لك تعال بصراوي مفلفس، تعال. شو ذبت لي بصراوي اختم بيها ابو جواب، بس مو بصراوي مفلفس. يلا نمشي، حلو احنا. طبعا هاي جاي داريها ذبل الاكل هنا، لان خطيه بس الطيره جاي تزقهن. هنا عندي خبز لما افراخ، اشوفكم وياهن. باحث يمكن لاحظت فقس واحد بس مرده. وهذا هم كل الشباب قالت لي بس يكبر جنحه، يعني مرات جنحه شوي يفك يرجع. نجي على اليمن على المفاجأة مالتنا الحلو. بش نعمه من حلو هو؟ تعال تعال خلي يشوفوك. هذا شعل بسود مكعكل، وعلى فكرة يمكن حتى من قارة ناعم بعدها غير هو. اعذرونا شوية التصوير اللي اصور بيد واحدة. منقارة زين، مش المكعكولة يعني شعل بسود ما تلقى بين المكعكلات. وهاي شوف شلون ذبل لي ما شاء الله، ما عادش تزوجته سودة بلاج ذبل لي شعل بسود. بس هذا تلقى واحد من اجداده، واحد من اجداده كان اشعل بسود، يعني جد هاي الطيره السوداء. بس هي ابو الطيره هاي السوداء كان اقفل بلاج. على زوجها براش الدبلي، بس هم الدبلي دبلي غير شيء، دبلي اشعل بحمه سيلفر. شنو بعد؟ يلا خليها هسه نرجع لكم بعدين، نطير اللحم ونطيرها لكم. يلعب في التصوير، شو عم تصوير؟ كل شيء يا اخي مو ذاب، لا يا ذاب لاكل، ذاب لاكل. نجي هنا تا 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 ارينزل
روح طيارة الباينة. طار القسم قسم ما طار. يلا لين والله طار من ساعة بس شو تسوي؟ ما صورت صار ساعة أحكي وصورت وأشرح لكم شلون راح عليه. والتالي هي طلعت ما مصور. شو تسوي؟ أنت شبيك ما تطير؟ شبيك ما تطير؟ هذا غريب غريب. طبق ياهن طبق ياهن. يا غالي العم هذا غير زاجي. انا ما اعرف ليش ما حط طارق. انا كشف ذاك ايش ذن ينزل ذن وياها. شباب رجعنا على الصيد وهاي بعدها هنا حاطه حطته هنا أنا. اي ادري ادري شباب. لك والله وحش وحش صوت فيدي. شباب اريد رايكم بيها. يقول لي ما يقدر يصيد ما يصيد فيديو وش اسمه عين عين سودة وعين تقريبا هم سودة. هذا اللي يقول لك عاشق الارافل مو صياد. اسرع صيده واقوى صيده. وشلون صيده هاي من صيدات الحلوه المشهوره. شلونكم؟ يلا شباب ما حتى الفسح اطير راعي. يلا قال لي شنو هو اطير له. يعني هنا مقطع الفيديو تسلم باللايك والاشتراك وعلى الجرس حتى يوصلكم شكل شيء جديد. مع السلامة.